عندما يقع ثعبان في بئر كبير. لقد اعتاد البشر على مساعدة الحيوانات إذا وقعت في مشكلة ما، ويعتبر هذا العمل عمل بطولي لكي نحافظ على هذه الحيوانات. في الحقيقة يوجد بعض الأشخاص الشجعان الذين يساعدون الحيوانات إذا وقعوا في مخاطر كبيرة، فهؤلاء الأشخاص يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ الحيوانات. ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى لا يفوتكم كل ما هو جديد من قناة غذي ذهنك. إنقاذ ثعبان. في الديانة الهندوسية يعتبر الثعبان حيوان مقدس لديهم، لذلك فإن العائلات الهندوسية في الهند تهتم بالثعابين. في أحد المناطق في الهند سقط ثعبان في بئر مياه ولم يستطع الخروج منه، كما هو في هذا التسجيل الذي معنا. ولإنقاذ هذا الثعبان قاموا الأهالي بالنزول على سلم البئر حتى يستطيعوا إخراج الثعبان. لقد نجحوا في النزول إلى أسفل البئر وقاموا بمحاولة إخراج الثعبان ونجحوا في ذلك. وبعد إنقاذه من الماء حاول الهرب منهم والدخول في أحد الثقوب الموجودة في البئر، لذلك قاموا بجلب كيس أسود لكي يضعوه بداخله، وبعد ذلك قاموا بإخراجه من البئر بنجاح. وعندما صعدوا إلى أعلى وخرجوا من البئر تركوا هذا الثعبان لكي يعود إلى الغابة مرة أخرى. حقا هذا عمل بطولي. إنقاذ قط بالقرب من ضغط كهربائي. كيف لهذا القط أن يصعد إلى هذا المكان؟ وفقا لأقوال أهل المنطقة فإن هذه القطة ظلت معلقة لمدة 3 أيام بالقرب من الضغط الكهربائي هكذا، وبعد ذلك قام بعض الأشخاص بالتعاون معا وأحضروا سلما وأصعدوا أحدهم إلى أعلى لكي يجلب القطة إلى أسفل، وفي النهاية استطاع هذا الرجل أن ينقذ القطة. وقال الناس في هذه المنطقة إن القطة كان معافى ولم يصبه أي أذى. فيل في وسط الطين. في جنوب كيناي سقط أحد الأفيال في حفرة من الطين عميقة جداً وظل بها لمدة 12 ساعة، وبسبب عمق هذه الحفرة كان من الصعب على هذا الفيل الخروج منها، فاستعان أهل القرية بإحدى معدات الحفر الثقيلة لكي يقوموا بإخراج هذا الفيل. وبعد أعمال الحفر وتوسعة الطرق استطاع هذا الفيل الخروج من الحفرة والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى. حصان سقط في حفرة. في بداية الأمر كانت هناك صعوبة في إخراج هذا الحصان من البئر، فكيف لهم أن ينقذوه؟ قام أحد الدكاترة البيطريين بمساعدة أهل القرية في إخراجه، فقام هذا الطبيب بربطه بطريقة معينة، وكذلك قاموا بربط أرجله لكي يستطيعوا إخراجه بسلام، وذلك كان باستخدام معدات ثقيلة، وتم إخراج هذا الحصان بسلام. صقر سقط في الطين. أثناء تجول فريق تصوير في أحد الأماكن في هولندا وجدوا صقرا سقط في طين كثيف ولم يستطع أن يتحرك، فقام أحد المصورين البولنديين والذي يدعى كريستوفر كولوني بالنزول إلى هذا الطين وقام بربط هذا الصقر بجسده، وبعد ذلك قام بإخراجه من هذا الطين. وعندما أخرجوه قاموا بمعالجته أولا وإطعامه، وبعد أن شفي تم إطلاقه مرة أخرى. أي عمل بطولي من هذه الأعمال أيها الأصدقاء أعجبتكم؟ أخبرونا بالتعليقات ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة بالفيديو. مع السلامة.